عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب كل المراحل ابتدائي متوسط وإعدادي، أحب أقدم لكم درس جديد عن الباست سمبل تنس في حالة النيجاتيف، بمعنى الباست الماضي، سمبل البسيط، تنس الزمن، نيجاتيف النفي يعني الحالة المنفية. كيف تتكون عندنا جملة بالزمن الماضي منفية؟ طبعا حتى تكون عندي جملة بالزمن الماضي منفية تتبعون قاعدة بسيطة جدا للتطبيق. السبجكت الفاعل ما لكم علاقة بهذا، نزلوا كما هو بالجواب. الأوبجكت المفعول به ينزل، الكمبلمنت تنزل كما هي إلى حد الفول ستوب النقطة. إذن ما الذي يجب على الطالب أنه يقوم به لتحويل هذه الجملة لجملة بالزمن الماضي؟ هذا الفيرب، هذا الفعل اللي موجود عندكم موقع بعد الفاعل مباشرة، هذا إذا ضفتوا قبل did not هذه الإضافة. شوفوا هذا الفي أنا أقصد بها الفيرب، نزلتها كما هي، يعني إذا فعل عندكم بين قوسين لا تتلاعبون به نهائيا. الفعل اللي بين قوسين ينطيكم إياه بالامتحانات نزلوه. إذن الطريقة اللي تصير حتى تتحول الجملة للماضي، ضيفوا قبل did not، انتهت did not قبل الفعل، خلاص تحولت الجملة المثبتة إلى جملة منفية لكن بالزمن الماضي البسيط. الماضي البسيط. الآن نتناول بعض الأمثلة نقدمها لكم. طبعا هذه الأمثلة أنا اعتمدتها بحلقة الماضي البسيط المثبت ونفسها بالماضي البسيط في حالة السؤال. الطالب اللي يتابع وياي هيشوف الفرق حالة المثبت، من يدخل على حلقة المثبت يشوف شنو التغيير اللي احنا اجريناه على الفعل حتى تحولت جملتنا للماضي. يدخل على الحلقة الثانية بالماضي هيشوف شنو التغيير اللي قدمناه واحنا عملناه على الفعل حتى تحولت الجملة من جملة مثبتة الى منفية، وايضا بالسؤال يلاحظ التغيير اللي احنا عملنا به حتى تحولت الجملة الى جملة استفهامية. اذا نرجع للجملة. she هي not clean، not أداة نفي، علامة من علامات النفي، not بمعنى لا، clean تنظف، her room غرفتها last night الليلة الماضية. هذه لما ينطوكم الجملة وبالأخير ينطيكم correct حتى تصحح الجملة، حولها إلى الجملة بالزمن الماضي. انتبهوا يا عزيز الطالب، الفاعل أنا تركت مكانه فارغ بمعنى لا تتلاعب به، نزله، نزل ما يتبقى من الجملة إلى حد النقطة. إذن شنو التغيير؟ شوفوا أنا الفعل والنط خليتها نفس اللون، ليش؟ بمعنى أنه أيضا ذني لا تتلاعبون به، هاي النط تنزل وهاي الكلين نزلوها بس رفعوا الأقواس عنها. لعدش سوينا بالجملة اللي سويناه ضفنا did، did قبل النط، بس did ضيفوها قبل النط، خلاص صارت جملتكم جملة منفية بالزمن الماضي البسيط، انتهت. هذه أداة النفي did مع not والفعل يبقى مجرد. الجملة الثانية I أنا not walk، walk يمشي أو يسير، to school للمدرسة، yesterday البارحة. حتى تتحول للماضي جملتك نزلها كما هي إلى حد النقطة. إذن الطريقة اللي تحول الجملة للماضي، هذه انتبهوا طلابنا، انه الفعل اللي بين القوسين الاقواس رفعوها ونزلوا الفعل مجرد، النات ايضا نزلوها، ضيفوا did قبل النات، حولتوا الجملة هذه المثبتة البسيطة الى جملة منفية لكن بزمن ماضي بسيط. انتبهوا على الزمن، ماضي بسيط. الجملة الثالثة He not finish his homework، هو لم يكمل، لم ينهي أو يكمل his homework بمعنى واجبه البيتي. A moment ago من اللحظة الماضية، من A moment ago وقبلها كان عندنا last night، من الظروف الدالة على زمن الماضي البسيط تأتي في نهاية الجملة أغلب الأوقات. إذا تتحول جملتنا للماضي بتنزيل كل ما موجود في الجملة، الفينش نزلها والنط نزلها وضيف did.
احيانا ما ينطيكم النات لكن يطلب منكم بالاخير يقول لكم اريدها نيجاتيف. فانتو طريقة العمل عندكم اللي تسووها انه الفينش نزلوها، ضيفوا ديد ونوت، هذه ضيفوها ديد نوت قبل الفعل، الفعل بقوا مجرد، رفعوا الاقواس من حوالي الفعل، هذا القوس وهذا اللي حول الفعل رفعوها، نزلوا للفعل مجرد، ضيفوا ديد نوت، نوت موجوده خير على خير، نوت ما منطيكم اياها وقايل لكم بالاخير نيجاتيف، انتو ضيفوا ديد نوت. هذا عملكم على الجملة، حولتوها من جملة مثبتة إلى جملة منفية. مثال آخر: My father not live in Iraq a long time ago. لم يعش بالعراق من فترة طويلة. طبعا a long time ago هي مجرد وجود الأجو من الظروف الدالة على زمن الماضي البسيط. تتحول هذه الجملة إلى جملة منفية بالزمن الماضي، وأرجع وأكد بالكلام على أنه هذا نفينا للزمن الماضي البسيط فقط. كل ما موجود بالجملة ينزل كما هو بجوابكم إلى حد الفلستوب النقطة. بالنسبة للفيرب الفعل اللي موجود between practice بين الأقواس، رفعوا هذه الأقواس، رفعوها من حوالي الفعل، نزلوا للفعل كما هو، ضيفوا did مع النات، did مع النات قبل الفعل، حولت الجملة إلى جملة منفية. هذا عملكم فقط، تحولت الجملة هذه الاعتيادية إلى جملة منفية. المثالين الأخيرين: فاطمة، هذه اسم فتاة فاطمة، not like، لا تحب، reading stories، قراءة القصص. كما ذكرت أنا بالجمل السابقة على اللي قدمت بها طريقة الجواب، كل ما موجود بالجملة نزلوا إلى حد الفلسطوب، ما لكم علاقة، مو مثل حالة المثبت اللي أنا شرحتها إنه الفعل المنتهي بالإي نضيف لدي، وأفعال منتهية لا تنتهي بالإي نضيف إيدي، والأفعال الشاذة وما شابه، ما لكم علاقة بقانون الماضي بعد، أنتوا في حالة ماضي بسيط. حتى تكون عندكم طريقة ماضي بسيط، نزلوا ما بقى من الجملة كله لحد النقطة. فالطريقة اللي تقدموها انه هاي النوت ضيفوا قبلها did، did not واللايك موجودة. ومثل ما ذكرت انا قبل قليل، في حال اذا ما انطاكم النوت لكن بالاخير انطاكم نيجاتيف، بلغكم بالاخير انطاكم بين قوسين المدرس past simple negative، يعني اريدها ماضي بسيط منفي، انتو اللي عليكم تنزلون هذا الفعل والضيفون did not قبله، خلاص هذا كل شغلكم. في اخر مثال: they not go، هم لم يذهبوا، to the theater، للمسرح، last week، last week من الظروف الدالة على الماضي، معناها الأسبوع الماضي، ظرف دال على زمن الماضي البسيط. تتحول جملتنا إلى جملة بالزمن الماضي البسيط المنفي بأنه تنزلون بالجواب كل الجملة إلى حد النقطة، الجو اللي بين قوسين نزلوها كما هي، كما هي، لا تغيرون ولا تضيفون ولا تحولون. لكن شلون تتم الطريقة حتى ننفيها بزمن ماضي بسيط؟ نضيف قبلها did not، تضاف did not قبل الفعل المجرد. إذا طلابنا الأعزاء، نستنتج من الجمل اللي أنا قدمتها ملاحظة مهمة جدا، يا ريت تكتبوها بدفاتركم: الجمل المثبتة بالزمن الماضي البسيط تحول إلى جمل منفية بإضافة did not قبل الفعل المجرد، قبل الفعل المجرد. وملاحظة مهمة جدا، إنه لا يجوز في حالة النفي بزمن الماضي البسيط إضافات على الفعل، ما يجوز الإضافات تقدموها وتفعلون بها على الفعل اللي موجود عندكم، فقط تضيفون did not قبل الفعل. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، أتمنى استفدتم من الملاحظة والشرح. أي تعليق عندكم ممكن تضيفوه على قناة اليوتيوب أو تدخلون على قناة التليجرام، الرابط موجود بالوصف، تتواصلون معي ضمن بوت التواصل الخاص معي شخصيا. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا لكم طلابنا الأعزاء.